لسه برضو مكملين معاكم مع كرة السلة. الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الجزيرة بقيادة مديره الفني كابتن محمد الكرداني هيلعب مع فريق الاتحاد السكندري واللي بيدربه كابتن أحمد مرعي في نهائي بطولة دوري المرتبط. النهائي هتتلعب إن شاء الله بقى على يعني على ماتشين وهيكونوا يوم 6/1 وكمان 3 ديسمبر اللي جاي. والاتحاد كان اتأهل النهائي بعد ما كسب نادي الزمالك، أما الجزيرة فصعد على حساب النادي الأهلي. كرة السلة في مصر كمان رجعت يعني بشكل أكبر كبير جدا وكمان ليها شعبية بشكل أكتر دلوقتي، والدوري كمان هيبقى قوي جدا جدا وكمان حجم المنافسة فيه بقى أكبر وأقوى من الأول. طبعا كلنا شفنا اليومين اللي فاتوا كمان الماتشات لحد الثواني الأخيرة، ما حدش كان عارف مين اللي هيكسب منهم، واليومين دول يعني القمة طبعا اللي كانت موجودة، سواء بقى كان الزمالك كان بيلعب يعني وخسر الماتش بتاعه، وكمان الأهلي كان بيلعب مع الجزيرة وبرضه خسر الماتش بتاعه، محدش كان ممكن يتوقع النتائج. لكن في الآخر خالص هي دي كرة السلة، وهي دي برضه يعني لكل واحد بقى بيجتهد أكتر في الآخر خالص الكرة أو الباسكت بتاعه بيكون هو المكسب في النهاية.